المحكمة عبير العريبي في ضيافتنا النهاردة، حكمة في كرة السلة النسائية. بجدد الترحيب مرة تانية بك يا كابتن عبير، ونبدأ كده قصة ان انت كنت لاعبة وتحولتي بعد كده ان انت تكوني حكمة. ابتديت اللعب في سن صغير، يعني كما أغلبية البنات كيف يشاركوا في النوادي، يعني اللي هو لازم تكون عندنا حاجة نعملها في سبير تايم. في سبير تايم غير الدراسة يعني. فانضميت للنادي اللي هو الجمعية الرياضية النسائية بقصيبة المديوني اللي هي المدينة متاعي. انضميت لها عام 2006. المشوار في اللعب عندي ما توصلش برشا يعني. ما هو ده الملفت، ان انت كلاعبه ما اندمجتيش قوي كان انت تكوني في البطولات، ولكن ازاي حولتي حبك للسله ان انت تقولي خلاص انا هفضل في الكارير ده بس في اطار مختلف وهو التحكيم؟ والله جاتني فرص صغيره، ولكن هي معناها كانت لها اثر معناها كبير في حياتي. مثلا كنت كيف كنا يعني ندرسوا في الثانويه، كانوا الاساتذه متاعي خاطر يعرفوني نلعب باسكيت فيعطيوني الصفاره ويقولوا لي صفر لاصحابك، او مثلا في دورات وديه كنت بتطوع ونمشي نصفر فيها يعني في المدينه بتاعنا بتاع قصيبه المديوني. ففكرت في الموضوع بعد انقطاع ممكن من 2010 لحد 2014، انقطاع 4 سنين، قلت علاش ليه ما نعودش الانضمام لكره السله اما في شكل اخر اللي هو التحكيم. بون، الشغف بتاعي بالتحكيم هو اكثر حاجه شغف بالقانون بصراحه، لانه قانون كره السله هو يعتبر من اصعب قوانين الرياضات الجماعيه، معناها حاجه فيها ياسر تفاصيل. فهذيك هي الحاجه اللي تحبك في القانون، انك ديما تحب تكتشف، تحب تعرف اكثر، تحب يعني كانها نوع اخر من الدراسه. بالضبط. طيب هل هو كان تحدي في تونس ان انت تدخلي عالم التحكيم، ولا عددكم كبير كمحكمات؟ لا، هو بصراحة العدد المحاكمات النسائي في تونس مش كبير بالكل، ويرجع هذايا أصلا لعدد الأندية، يعني مقارنة بمصر مثلا عدد الأندية في تونس قليل برشا. دونك يعني عدد الحكام طبيعي باش تلقاه أقل، فعدد الحكام في تونس ديما تلقى العدد الرجالي أكثر، وما تلقاش الإقبال على التحكيم النسائي في تونس كبير برشا الحق. وبطبيعة وطبعا أنه على خاطر يواجهوا برشا صعوبات. طيب. يعني حتى لو تلقى بنت تدخل في مجال التحكيم ما تطولش.